مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد اليوم من برنامجكم سويعة خفيفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأولياء طبعا كلهم مسؤولين على تربية أبنائهم. ولما نقول تربية أو مسؤولية أكيد ماهيش راح تنحصر في المسؤولية وتلبية الحاجيات الفيزيولوجية، وإنما كل ما هو متعلق بالأخلاق والتربية والسلوكات. للنقاش أكثر حول الموضوع أسعد اليوم باستضافة المستشارة الأسرية واللايف كوتش المدربة نوال مكيد. مرحبا بك معنا. مرحبا بك وشكرا على هذه الدعوة وشكرا على هذا الموضوع الثري. اهلا وسهلا. كما كنت قلت الان استاذه انه التربيه ماهيش منحصره في تلبيه الحاجات الفيزيولوجيه من اكل وشرب ولباس وذهاب الى الطبيب، وانما الاخلاق والسلوكات ايضا عندها شيء ضروري. امهات كثيره ربما تعاني من سلوكات ولادهم، ممكن تشوف انه كاين سلوك ظهر على وليدها ماهيش راضيه عليه، او سلوك ما قدرتش تتقبله من وليدها. وشنو هي اسس التربيه لما انا نربي ابني، وشنو كيفاش انا نبين له الصحيح من الخطا، انه هذا صحيح ديره هذا خطا لازم تبتعد عليه؟ اوكي، سؤال رائع. اول حاجه خلينا نشوفوا يعني المنظور العام اللي تشوفوا معظم الامهات في مساله تربيه الاولاد. هي كل ام لما تخوض هذه التجربة في التعامل مع أولادها تحاول تتعامل من منظور أنه ما هي القواعد أو الأساسيات اللي ضروري تكون صح بالنسبة للتربية، وما هي الأشياء اللي تكون خطأ للتربية وعلي أن أتجنبها. بينما مسألة التربية تختلف تماما. لماذا؟ لأن أصلا كل أسرة في مبادئ تاعها في القيم تاعها مختلفة عن أسرة أخرى، فيه مبادئ وقيم مشتركة لكن فيه خصائص، فيه مبادئ خاصة، فيه قيم خاصة بكل أسرة تختلف عن أسرة أخرى، فيه خصائص أو قيم تجمع الأم والأب يعني داخل تلك الأسرة. فهذا المنظور يسمح لنا لمجال مختلف تماما في مجال التربية، وهو أني نربي ابني وأسمح له أنه يخوض كل التجارب بلا ما نحكم على الأمر أنه صح أو خطأ. لأني لو بقيت نعلمه أنا من منظور صح وخطأ راح نعلمه في محدودية، بمعنى أنه الطفل هذا عنده فضول، حاجة فطرية، وأنا نقول له هذا صح وهذا خطأ. كاين الفضول هذيك الفطري اللي عند الاولاد، لو حاولت اني نكبته او نكسره او نخالفه راح يخلي هذا الاولاد غالبا ما يرتكبون اللي خبروهم الوالدين انه هذا خطا وما يلزمش تلعب تعملوا ولا تقوم به، فراح يعملوا من وراه. إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يكون في ذلك الفضاء والسماحية أنا كأم، وخلي ابني أنه يختبر كل شيء. أنا نخبره أنه هذا الأمر مثلا لو عملته راح يوصلك للعواقب التالية، أو راح نوصله للمحطة ها وش راح يكون فيها وش راح يكون فيها ونوصفها له. بمعنى نعطيه مثال حتى تفهم المشاهدة الكريمة، لو نقوله لو كنت أنت تتكلم بأسلوب يعني مستفز مع الناس وكنت غليظ القلب راح أصحابك ينفروا منك، راح أصحابك ما يقبلوش يبقوا معك. ونخليه يخوض التجربة، ما نحكمش عليه، نقوله أنا راح نسمح لك أنك تجرب الأمر. هو لما راح يجرب الأمر هو عنده ديجا هذيك النظرة المستقبلية وين ممكن عواقب الأمر راح توصله. فلما يبدأ يشوف وي كل العواقب اللي خبرتني عليهم يما راحني ممكن نوصل لها، فراح هو يكون عنده القناعه، مش نفرض عليه قناعه الام. دونك راني خليته دخل في اختبارات الحياه، خليته بالفطره تاعو والفضول تاعو بحث وتطور من نفسه. هذا راح يمنحنا انه لما يلحق مرحله معينه ما يبقاش يعني يسير ببرنامج خارجي، يعني مش يعني تسيروا الأم أو الأب ولا يسيروا أصحابه ولا اللي يجي أثر فيه، لا راح يكون عنده منبع داخلي أو مصدر داخلي، توجيه داخلي نسميوها الحكمة. هذا منين مستمدها؟ هذا الوعي والتوجيه الداخلي مستمد بمدى اتصاله بفطرته كبشر، وكي نقولوا اتصاله بفطرته كبشر راح يكون في التوجيه الإلهي.
يعني راح يكون متصل بحدثه، وبالتالي بدل ما يحكم على الأمور صح وخطأ بدوافع أفكار أو معتقدات، بدوافع مشاعر أو تخويف أو تهديد، راح يحكم على الأمور بناء على وعي وفطرة سليمة. يعني هنا نفهم أنه أنا نبين له الأسس اللي لازم تكون ونخليه هو يستنتج، نخليه يعيش التجربة حتى يدرك العواقب، مش نشرح حاله. فرق بين أني نشرح حاله ولكنه لم يخوض أي تجربة، لم يكتسب أي برامج، يعني ما فيش أمور اكتسبها، ما عندوش هذاك العمق اللي عاش في الحياة واكتسب تجارب. نبدأ نخليه دوما في المحدودية، إذا خليته في المحدودية يعني نقوله أنا فقط هذا صح أو هذا خطأ، لكن ما مفهوم الصح والخطأ أصلا بالنسبة لي؟ هو لم يخوض التجربة أصلا، فوشنو هي برامج الحماية اللي راح تتشكل عنده فطريا؟ إذا ضروري نخليه هو يكون شخصيته. أنا نكون مجرد موجه، مثلا لو فرضنا أنه هو عنده سيارة راه يسوق فيها، وأنا كأم راني نسوق في السيارة، ما نهبطش من السيارة تاعي نركب في السيارة تاعي ونقوله لا لا ضروري تسوق هكذا وتروح يمين أو تروح يسار، لا لا نقوله أنا هاي كيفاش راح نمشي وهاي العواقب، ونحكي له على تجارب ونخليه يستلهم مني، وفي نفس الوقت نخليه هو يعيش تجربة الصح ويعيش تجربة الخطأ حتى يفهم أو يدرك معنى التوجيهات اللي راني نعطيهم له. نعم. طيب أستاذة، بعض الأمهات في توجيهاتهم اللي يمدوهم لأولادهم، كنت أيضا طرقتي لنقطة مهمة، قلتي أنه كل عائلة عندها مبادئ وعندها خصائص تميزها. بعض الأمهات في توجيهاتها ممكن تقول لك أنه أنا نقول بنتي ديري هكا بس أنا يما علمتني هكا، أنا وليدي نربي هكا بس أنا تربيت هكا. هل هي هنا هذه التوجيهات ولا هذه الطريقة صحيحة وسليمة أني نلقن أنا التربية لوليدي كما تربيتها أنا من عند والديا؟ أنا نطرح عليها سؤال ونخليها إدراكها هو اللي يوجهها. هل تريدين نسخة مستنسخة عندك أو تريدي نسخة فريدة عن شخص يقدم قيمة مضافة إلى هذا العالم؟ إذا كان الإجابة الأول فبإمكانك أنك تستمري في أنك تربيه في الطريقة اللي تربيتي عليها والمبادئ والقيم اللي شفتيها في العائلة تاعك، وبالتالي راح يكون نسخة تبقى الأصل لك وامتداد لك، أو أنك تسمحي له أنه يكون أو يعبر أو يكون في أعلى تعبير عن ذاته ويكون في الرسالة اللي خلقه من أجلها الله سبحانه وتعالى، ويستكشف حقيقته ويستكشف قدراته ويستكشف مواهبه فيكون قيم بالنسبة له. لما يكون قيم يعني لما يكون في يحقق إنجازات، لما يحقق أهداف، لما يقدم شيء مضاف للمجتمع، هذا القيمة المضافة للمجتمع هو ما نسميه الرسالة. أما يكون مجرد حاصل تحصيل يعني لحياتك، يعني ممكن حتى وإن كنت حققتي أهداف، حتى وإن حققتي إنجازات، حتى وتكون حياتك لاباس بها، حتى وإن كان هذا الأمر، لكن ضروري نسمح له أنه يقدم قيمة مختلفة للمجتمع عن تلك القيمة اللي قدمناها نحن للمجتمع. أنت ممكن تكوني حققتي إنجازات معينة، ممكن نعطيها 7 من 10 مثلا أو 9 من 10، لكن خليه هو يختبر الأمر. أكيد الله سبحانه وتعالى ما خلقوش مجرد يعني زيادة أو ما عندها أكيد لهذا التجربة لخلقه كبشر عنده معنى. يدركه الله أو يعرفه الله سبحانه وتعالى، ورح يدرك هذا الطفل معنى لخلق من أجله، فرح يجعل لحياته معنى. ولما يجعل لحياته معنى رح يساعد الآخرين أنه يخلوا من حياتهم معنى، يعني مش مجرد أنني ناكل ونشرب ونعيش ونخدم ونستهلك فقط. نعم نعم مفهوم. طيب حتى لو الأم أنه ما اختارتش أنه ولدها يكون نسخة طبق الأصل عفوا عليها، إلا أنه شيء ما يخفاش أنه سلوكاتها هي راح تنعكس على سلوكات الطفل، هو راح يشوف حيميز، راح يرفض سلوكات من باباه، سلوكات من يمه، حتى أنه العلاقة بين الوالدين بين الأب والأم، طريقة الكلام تاعهم، الألفاظ اللي حتكون بين الوالدين راح تكون تروح لولادهم، يعني راح يرفضوها، يرفضوا على ولاد والديهم أمور كثيرة. كيفاش لازم تكون العلاقة بين الوالدين أمام أعين الأطفال حتى أنه إحنا نوصل لهم غير سلوكات اللي تكون حميدة؟ أوكي.
أول حاجة ضروري نفهم أنه التربية ما هيش عبارة عن دستور ومجموعة من القواعد نلقنها للطفل ونقوله هذا صح هذا خطأ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا مخالف تماما، لأنه راح في الأخير راح تكتشفي أنه هذا الأسلوب غير فعال تماما. دوك باش نعرفوا أنه التربية الطفل هو امتداد ذاك الكيان اللي يمتزج بين الأم والأب. إذا أي سلوك إشكالي راح نشوفه عند الطفل أو أي مهارات نشوفها عند الابن، أي إيجابيات نشوفها عند الابن، أي مساوئ نشوفها عند الابن، أي مشاكل نفسية نشوفها عند الابن، هي نتيجة نمذجة لسلوك مشترك داخل الأسرة اللي هي في العلاقة بين الأب والأم. فنقول لك أنه في الأخير التربية أو نموذج التربية اللي راح يكتسبه ابنك هو دستور التعامل بينك وبينه. يعني أنت كيف راكي، هل عندك مكانتك في الأسرة؟ هل تقومي بواجبك؟ هل أنت متزنة نفسيا؟ هل تعرفي كيف تحبي نفسك؟ كيف تقدري نفسك؟ كيف تطوري نفسك؟ كيف تتعلمي في الحياة؟ هل تسمحين لنفسك أصلا أنك تتعلمي وتنمي وتتطوري وتكتسبي مهارات جدد وراح ينمذجها بالضرورة عليك ابنك؟ أو لا. نفس الشيء بالنسبة للأب، ما هي قيمه؟ كيف يتعامل مع الحياة؟ كيف يجتهد لما يواجه تحديات؟ كيف يتعامل لما يكون فيه موضوع أو جدال بينه وبين الزوجة؟ كيف يتعامل؟ كيف يتم مناقشة الموضوع؟ هل فيه عنف لفظي يمارس؟ هل فيه عنف نفسي يمارس؟ هل فيه عنف جسدي يمارس؟ وبالتالي راح ينمذج ذلك السلوك. ساعات يجيوك الامهات باغ اكزومبل، يجيوني في المكتب في الاستشارات تقول لك ابني يمارس العنف. اوكي، من اين تعلم هذا العنف؟ اكيد من الاسره، اكيد من البيئه. لما نتكلموا على البيئه المصغره او البيئه الموسعه، الاقران تاعو، صحابه، حتى الأقران تاعو يأثروا عليه، لكن البرنامج الأصلي هو الأم والأب كيف يتعاملوا في الموضوع في وقت الشدة، في وقت الجدال، كيف يعني يعالجوا هذا التحديات اللي يمروا بها. وهذا ليس لا صح ولا عيب ولا خطأ، عادي جدا، هذا جزء من الحياة، كنا نمروا وين كاين بعض النقاط لا نتفق فيها نقولوا مع أزواجنا، كنا نمر ببعض النقاط وين نخافوا، يعني يكون تحدي كبير كيف رح نتعامله. كلنا ولا أحد يعني مخير عن الآخر، كلنا نمر بنفس التجارب تقريبا، لكن واحد يختار أنه ينمو ويتطور من خلال التجربة، واحد يختار أنه يدمر نفسه من خلال تلك التجربة. رح يشوف، هو يراقب، هو مراقب دائم، هو مراقب دائم لهذا السلوكات. لذلك أنا أقولهم في مثلا في ضمن برنامج سمارت فاميلي اللي نقوم فيه تدريبات للأسرة، أنا أقول لهم طفلك باش يربيك مش باش تربيه، لأنه في الحقيقة لو راقبنا يعني بوعي، وهذا يعني خبراء اللي توصلوا لهذا الشيء، وانا اختبرته يعني من خلال البرنامج على الكثير، يعني تقريبا مئات الأسر اللي طبقنا عليهم البرنامج، أنه الطفل متصل في الحقيقة بالفطرة، فأبواه يهودانه أو شوفي كيف قدرة التأثير، يعني هو في الحقيقة نتخ، يعني باج بيضة، صفحة بيضة، ما كتب عليه هو انعكاس أنت. يعني لو كتبت عليه كتابات جميلة وأشعار وعجبك الموضوع فهو انعكاس ليك، وإذا شفتي فيه سلوكات ومساوئ فما تقوليش ابني كذا وكذا وكأنك تشتكي منه وأنك أنت ضحية ولا خطيك، يعني ما مش أنا المسؤولة على الموضوع، أنت المسؤولة الأولى والأخيرة، بل الطفل هو الضحية. فضروري ابننا لما أولادنا لما يعكسونا هذه الخلل في البرامج التدريبية أو الخلل في الشخصية، من تقلقوش أو من حاولوش أنه نعالجوا الموضوع عند الابن، نعالجوا عندي. لو تعالج عندي نأكد لها أنه 100% رح يختلف، رح يختفي السلوك عند الابن، رح يختلف الإشكال عند الأولاد. نقطة جميلة كنت قلتيها، أنه الطفل يجيب شي ربيني أنا، وصحيح أنه نشوفه بعض سلوكات الأولياء أنه تسي هي تحافظ على سلوكها أو تدير سلوك مليح لأنه وليدها راهو قدامها، وهذه نقطة جميلة جدا كنت طرقتي لها أستاذة. نعطيها مثال بسيط، تراقبوا في الفطرة العادية، راقبي البنات والأولاد
كيكونوا صغار أطفال يعني نعم. كيف يلعبوا نقولوا في الشارع أو يكونوا أصدقاء مع بعضهم نقولوا راهم مستمتعين في قمة المتعة في اللعب. يجي أحد الأطفال مثلا هي تكون تلعب مع أصحاباتها وعندهم مجموعة من الأطفال، تجي واحدة من هذيك البنات تقولها يماها يلا دخلي البيت ولا رانا خارجين يلا باش نروحوا. بقية أصحاباتها هذوك البنات أو الأولاد ولا أصحابها يكملوا في اللعب يكملوا في اللعب كأنه لا شيء حدث. لكن رقبي عند الكبار كيف يكون ردة الفعل. لو يكونوا مستمتعين ويلعبوا يعني خلينا نقولوا 25 سنة 30 سنة أو يكونوا مستمتعين بمنش عارف أنا بقاعدة جميلة أو مهم كانوا في موضع وين مستمتعين، وواحد اضطر انه يغادر او واحد اضطر انه يقول انه خلاص راح اغادر هذا الجمع او هذه العلاقه نهائيا لان ما عادش ينفعني الامر او اي سبب، راح واحد يقول لك اه ما قيمناش احنا قاعدين وهو راح وخلانا، اه ممكن ما عجبتوش القعده معانا وش به تبدل وش به تغير، يبداو يطرحوا في تساؤلات بينما الامر عفوي عند ذلك نعم. الشخص اللي انسحب عند هذيك نقولوا العلاقه او هذاك الطرف اللي انسحب نهائيا من هذاك المجمع اللي كانوا في قمه المتعه، اه ممكن قلت له كاش كلمه ما عجبتوش زعما علاش خرج ما ولاش، شوفي كيفاش ندخلوا في تساؤل وفي تعقيد الامر. احنا الكبار بطبيعتنا نميل إلى طريق العسر في التعامل في العلاقات، نميل إلى تعقيد الأمور، بينما الأولاد يعلمونا دوما أن الحلول في البساطة، والبساطة هي مفتاح اليسر في الحياة، مفتاح تجاوز التحديات بكل يسر في الحياة. إذن الفطرة اللي هي الأولاد نعم. دائما الأولاد يعلمونا الفطرة، وكل ما كنا في الفطرة كل ما ابتهجنا واستمتعنا أكثر بحياتنا، كل ما ابتعدنا عن الفطرة كل ما تعقدت حياتنا وظهرت فيها الصعوبات. نعم. طيب أستاذة، بما أنكم أنتم أهل الاختصاص ربما يجوكم أمهات للاستشارة، كل واحدة وشنو هي المشكلة ديالها مع أولادها، نفترضوا أنه أم فلتت منها الأمور ولحقت النقطة أنه وليدها رجع عنيف وجي تقول لك أنا وليدي عنيف، أنا وليدي كل ما نهضر معه يكسر، نهضر معه بالعقل يريبوندي لي بصوت مرتفع، هنا كيفاش نقدر أنا نعاود نرجع وليدي ليا، كيفاش نقدر نعاود نرجع السلوك الحسن لوليدي؟ أوكي. دوما قلت هذا النوع من السلوكات الإشكالية المعقدة ضروري يكون فيه تصليح على مستوى أو إصلاح على مستوى أسلوب التواصل الفعال الذي يبنى على أسس أو قواعد صحيحة بين الأم وابنها. نعم. طيب كنت قلتي أنه لما يكون الطفل عنفي راهو هنا راهو في حالة انتقام لأنه راهو عنده حاجة كان كتمها ما عبرش عليها، لازم نمدلو مساحة للتعبير. هنا نفهم أنه لازم يكون كاين تواصل بين الأم وابنها حتى ما تلحقش لهذه النقطة، حتى أنه يعبر لازم يكون كاين تواصل. هنا كيفاش يكون الأم كيفاش تعزز التواصل بينها وبين طفلها؟ غالبية الأمهات تربي الابن من منطلق أنه هي واش فاهمة أو هي ما تريد توصيله كرسالة، وبالتالي لما نقوله إحنا في تعامل بين طرفين فيه ابن وفيه أم، هل من الطبيعي أنه يكون فيه تواصل مبني على طرف واحد أني ألقنه أني أنا عندي رسالة بغيت نوصلها له، حبته هو يسمعني، حبته هو يفهمني، حبيت نفهمه على حاجة، حبيت نقنعه على حاجة، حبيت نفرض عليه حاجة، هل هذا طبيعي؟ هو السؤال المطروح. هل طبيعي أن نكون في علاقة مبنية على طرف واحد ويتم إلغاء كيان الطرف الثاني؟ هل من الطبيعي أو من المنطقي عند الأم لما تقعد مع روحها تشوف أنه كيف أنا أتحدث مع الطفل أو أريد التواصل مع الطفل في نفس الوقت ألغيه؟ نعم. ألغيه لما نقول أنه الصغير ما يعرفش يصلحه، ألغيه لما نقول أنا أمك وعندي الحكم والسيطرة عليك، ألغيه لما نقول أنت تعرف شو تعرف والو أنا اللي نعرف، ألغيه لما نقوله بركة ما تدير في هذه السلوكات أنا سينو راح نعاقبك. ألغي كيانه. كيفاش نلغيه؟ ما خليهش يهدر، ما نسمعلوش،
لا أصغي إليه. وش معناتها الإصغاء والسمع؟ فرق بين نسمع مجرد كلمات وفرق بين نكون في الإصغاء. يعني في الإصغاء أسمع الكلمات، أستشعر المشاعر اللي راه يحط يتعامل فيها أو يتكلم من خلالها الإبن التاعي. علاش ربي سبحانه حط الأم هي الأقرب في التعامل مع الطفل ما دارش الأب؟ لأنه الأم قدرتها على التعاطف عالية جدا، وبالتالي راح تقدر تحس به وش راه يحس. فلو كانت هي في معاناة نفسية، لو كانت هي في عدم توازن نفسي، كيف راح تقدر تتواصل يعني ابنها وش راه يحس؟ كيف راح تتعامل انه ابنها راه في معاناة نفسية؟ اكيد راح تعتبر ان اي سلوك اشكالي تعتبره هجوم عليها، تعتبره استفزاز لها، وبالتالي راح تدخل هي كذلك. هو يعمل سلوك خاطئ، هو يعتمد العنف وهي كذلك تعتمد العنف. هي تنتقم وهو ينتقم وتستمر الدائرة. دونك كيفاش يكون الاسلوب؟ انه اول حاجة اصغي اليه. واش معناتها؟ نقعدوا خليه يهدر، حبي يخطب، حبي يعبر، اوكي نقول له خليه يدير، وبعدين نساله علاش راك دايره هكذا؟ ما فهمتكش يعني، حتى وتكوني فاهمه قول له ما فهمتكش، انا حبيتك يعني توصل لي علاش راك دايره هكذا، فراح يعطيها اجابه مثلا. تعاود تساله بصح فهمني اكثر، فهمني بصح، وعلاش هذه الحاجه بالضبط؟ يعني علاش قلت لهذا الطفل هذه الكلمه بالضبط؟ لكن وشنو هي انت الهدف لك حاب توصل له؟ هاك قلت له، واش راك حاب؟ وحاب يبكي، واش راك حاب يعني بالضبط؟ وتحب تطرح له في الاسئله، تحفر 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 وراء السبب حتى تصل الى القناعه. قناعه هذا الطفل انه لما يؤذي ابن آخر، لما يؤذي شخص آخر، لما يؤذي أخوه مثلا، لما يؤذي أخته، رح يحس بقيمته، لأنه هو شاف أنه كل ما كان فيها شاشة في انكسار في انهزامية هذا ضعف، فضروري أني نجيب حقي بالقوة. هذا هو القناعة اللي تعلمها داخل الأسرة. فلما نكون في تكسير الآخر، في تعذيب الآخر، في إيلام الآخر، سأشعر بالراحة. وتشوفي هذا السلوك يكبر. يكبر في العلاقات مثلا، في التعامل، شخص يكون في علاقة جيدة مع شخص آخر، أو خاصة نشوفها يعني بين الأصدقاء، يكونوا لبس عليهم، لكن بمجرد أنها تنتهي العلاقة من النادر جدا يكونوا في تلك السماحية أن أوكي العلاقة انتهت فقط. انتهاء العلاقة دوما مثلا يسبب لهم الغضب، أو الطرف الآخر قام بسلوك ما عجبوش يسبب له غضب، فيقوم اللي كانوا صحبة واللي كانوا أصدقاء وكانوا يعني متكتفين يقولوا تحولوا إلى صداقة، تتحول إلى عداوة، انتقام، علاش قلت لي هكذا وعلاش؟ فكأنه أسلوب، أحد أساليب المشوهة لاسترداد الحقوق. فشوفي الأمر يبان هين لكن ممكن يؤدي إلى كوارث لاحقا. نعم. طيب أستاذة، أنت قلتي أنه من أساسيات تواصل الأم مع ابنها أنه ما تلغيش كيانه، أنه تخليه يعبر على ذاته، يعبر على وشو داخله. ربما العكس تماما يكون، أنه هي راح تعزز له ثقته بنفسه حتى تخليه يبين هو كيانه. كيفاش الوالدة هنا تقدر تعزز ثقة النفس لوليدها بلا ما توصل لنقطة الغرور، ولا نقطة أنه ممكن تاني يفلت منها إذا خلته هو دايما يعبر على نفسه، حتى ولي هي عندها نقطة ما تقدرش يتعبر فيها؟ نعم. شوفي، خاصة مفهوم الثقة بالنفس ضروري نضبطوا هذا المفهوم، لأنه اختلط الموضوع على الناس ويعتقدون أنها مهارة تكتسب هذه الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هذه كل ما كان الإنسان يشعر بمكانته، عنده قيمة، يعني أنا نحس باللي راني درت إنجاز معين، عندي قيمة، أنا في حد ذاتي قيمة، وهذا القيمة لما نكون أنا معترف بها ونكون مقدرها، هذا القيمة ستكون إضافة لكل شخص من حولي. طبعاً. هذه هي مفهوم الثقة، هي إحساس يدرك في الداخل، وليس يعني قناع نلبسوه ونقولوا أنا واثق من نفسي أو أتقمص قيمة الغرور. فكل ما كنا في ثقة بالنفس مزيفة سميناها غرور. كل ما كنا في سماحية وتقدير ذاتي كنا في تواضع، لكن هذاك التواضع يعطينا كاريزما وحضور، يعطينا كاريزما وحضور، لأني أنا مش ملزم أني راح أثبت ذاتي، لأني أنا حقيقة
تمشي على زوج رجلين. يعني انا حقيقه اني انا مقدر لذاتي، انا احترم لذاتي، انا نعرف واش نكون واش نسوى، وبالتالي لما نعرف واش نكون واش نسوى هذه الحقيقه راح تعبر عن نفسها من خلالي، راح يستشعرها الناس من حولي، وبالتالي كل شخص ندخل الى حياته او نكون في علاقه معه في احد مراحل حياته راح نكون اقاء او اضافه قيمه لحياته. فضروري نخرج عن هذاك المفهوم اللي خلينا نقول أصبح فقعة فارغة اسمه ثقة بالنفس، وكأنها ثقة بالنفس نقول نحفزه ونقول أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ممكن نبني عنده أنانية أصلا. نقول يعني هو يشعر بالنقص وأنا في تعاملي ألغيه في المعاملة، وبعد لما خرجوا في الخارج يقولوا تكلم بهذا الأسلوب، خذ حقك، تكبر عليه، لا لا ما تكلمش معاه، لا لا عزز روحك، هذه كلها مفاهيم مشوهة، لأنه أنا راهو حاسس يعني عنده نقطة صوت في داخله راح يقول له أنت ما عندكش مكانة عند والديك، أنت ولا شيء عند والديك، أنت مجرد أداة من ديكور البيت. فهو عنده هذه القناعة، وانا نحوس نبني له شيء آخر أكيد رح ينحرف السلوك. نعم أستاذة، دائما حول موضوع تربية الأولاد والأسس السليمة لتربية الأولاد ناخد فصل ونعود نرجع لكم مشاهدين الكرام. نولي ديركت رجعنا لكم مشاهدين الكرام ورجعنا لك كوتش أستاذة. ربما أيضا من الأمور اللي يشوفوها الوالدين أو خليني نقول الكثر الأمهات، لأن الأمهات هما اللي حيكونوا يعانيوا من هذه الأمور، تشوف أنه في سلوكات أولادها كاين فرط في الحركة، ربما هذا الفرط في النشاط أو في الحركة ينعكس بالسلب في التحصيل العلمي في المدرسة. هنا كيفاش تقدر تتعامل مع ولدها اللي يكون إيبر أكتيف؟ راح نتناولها من هذا جانب أول، وبعدين راح نتناولها من جانب دراسات جديدة حديثة في الموضوع. جميل. دونك الجانب الأول أنه فرط الحركة ممكن إذا ما كانش عندنا الوعي الكافي اللي نتعامله معاه راح يقودنا إلى مرحلة ثانية اللي هي نقص الانتباه. يعني الطفل كي تكوني تهدري معاه ما يسمع لكش، لأنه راهو داخل فلاسفير تاعه، راهو يتحرك راهو يتحرك راهو ضمن حالة من حالة شعورية منفصل تماما عنك، فهذا يسبب عدم الانتباه وممكن يأثر على تحصيله الدراسي لأنه يأثر على الجنس المنطقي للدماغ. دراسات حديثة تقول، وهذا شيء مهم جدا، أنه هذو الأطفال خلقوا بمهارات خاصة، فالأسرة هنا اللي ما تكونش مستعدة لاستقبال هذه الهدية الربانية راح تضيعها، يعني راح تكون نقمة على هذا الولد خلينا نقوله. فالدراسات الحديثة تقول أنه الأولياء لما يستقبلوا هذا النوع من الهدايا، سواء فرط الحركة، سواء مثلا لما نتكلموا عن التوحد أو الطيف التوحد، وإن كان لا هذه التسمية يعني مش موجودة عينيا، هي موجود توحد. هذا الأطفال، هذا الإكس مان نسموه فئة الإكس مان، هذا عندهم مهارات أو قدرات أو قيمة مختلفة تماما للمجتمع عن ما تعود عليه المجتمع أنه عادي. نعم. إذا نحن كنا نقيموهم في النمط التقليدي تاعنا أنهم أولاد أقل من العادي أو عندهم خلل، بينما من الناحية العلمية أثبتت أنه هم أولاد بقدرات تجاوزت المستوى العادي. وهنا يعني اللي ممكن راح تكون صدمة للكثير من الأمهات، لهذا الأولاد اللي راه ممكن الأم من جهة طفل كيما هكذا تستعر من المجتمع وتحشم به وتقول لك يا أخي راح يدير لي تبهدل قدام الناس، وعنده فرط حركة وما نقدرش نخرج وما نقدرش ندخل، راح يقيدني وكذا وكذا وكذا، ولا ممكن عنده خلل ما يتقبلوليش المدرسة و الكثير.
إذا بدل ما نخرجوا أو ندخلوا في هذا القاع من أو هذا المستنقع من شعور العار والخزي أمام المجتمع، ضروري نتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قبل ما نوصلوا لهذا الدراسات اللي راح تعاونني وهذا المختصين اللي راح يعاونني، ضروري يكون فيه توجيه إلهي. فإذا نعودوا نتصلوا، نعودوا نسألوا، ندعيوا الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا نلقاو طريقنا كيف نسقل هذه الجوهرة أو نسقل هذا الأولاد اللي جاوا بقدرات خلينا نقول تتجاوز القدرات العادية لبقية البشر. طيب وهنا كيفاش يكون التعامل؟ التعامل تاع الام مع هذا الطفل اللي يكون عنده فرط في الحركه، ربما هي تقول لك بلي انا ما قدرتلوش، خلاص مانيش نقدر، يزغط بزاف، حتى انه طرقتي النقطه قلتي انه حتى الانتباه يولي مشتت، ما عندوش انتباه، تهضر معاها ما يسمعلاش، هنا هي كيفاش حتتعامل معها؟ اوكي، اول حاجه خلينا نقولوا هنا الام تكون كذلك الشخص اللي نعطيوه قطعه من الماس وهي يقول لك هذا الزجاج انا واش راح ندير بها، انا والله هذه الزجاجه انا راح تثقلني يعني واش نبقى نتفرج معها هذه. فنفس الشيء ضروري ترفع وعيها تجاه القطعه اللي راها بين يديها، هذا الزجاجه ماهيش زجاجه، هذا ماس، قطعه من الالماس. فنفس الشيء بدل ما نعتبره انه مجرد ابن، وشنو هو البركه وشنو هي الخير اللي عليها هذا الابن، وعيها هي هو الحل وليس تغيير الطفل هو الحل، لأنه غالبية الأمهات يسعون إلى تغيير الأولاد، مخليش عنده فرط حركة، وعالج الإشكال لأنه فرط الحركة إشكال، ما خليش عنده توحد لأن التوحد إشكال، بدل ما تركز على نفسها كيف ترفع وعيها. الله سبحانه وتعالى في حكمة عظيمة وعظيمة جدا أنه أعطاني هذا الإبن، الآن وعي اتجاه هذه الحكمة كيف، أكيد ربي سبحانه وتعالى لما أعطاني هذا الطفل رح يسخر لي معرفة، رح يسخر لي إدراك كيف أتعامل مع الوضع، فيكون هذا هو هدفها. ضروري أول حاجة نغيروا الهدف، الطفل ما نبدلوهش، ما نغيروهش، نغيروا من نفسنا كيف نتعامل، كيف نرتقي إلى مستوى هذه الهدية الربانية. مجرد أنه يكون عندك هذا الوعي والإدراك راح يكون كاين إرشاد إلهي، راح يظهروا لك المختصين اللي ممكن يساهموا أو يساعدوك، راح تسمعي مثلا عن دورة تكوينية، ممكن راح تسمعي يطيح بين يديك كتاب، يطيح بين يديك معلومة، وتبدأي تدخلي في عالم مختلف تماما عن العالم اللي تعودتي عليه، وتبدأي تبحثي وتستكشفي أمور جديدة وتتغير حياتك 180 درجة. ضروري يعني تسكن إلى نفسها وتبدأ تسأل، يعني تتصل مع خالقها وتبدأ تسأل، بدل ما تدخل في هذه دائرة الوعي الجمعي وين ممكن يضيعوها عن الطريق الرباني اللي حبها تمشي فيها. يعني صدقا كلام يرد الروح الكل، مشاهدة راهي في هذه الحالة يعني يرد لها النفس، خليني نقول شكرا لك أستاذة. طيب كامل على بالنا أنه المنزل يا ربي، المدرسة ربي، والشارع أيضا يا ربي، ربما أحيانا الوالدين يكونوا قايمين بالواجب مع أولادهم في أسس التربية، في توجيهاتهم ككل، لكن يشوفوا أنه وليدها ولا بنتها تغيرت بعض السلوكات وظهرت عليها سلوكات جديدة، ولما تلاحظ راح تشوف أنه هذه السلوكات راهي تتقمصها بنتها ولا وليدها من شخص آخر، ربما في المدرسة أو صديق في الشارع أو غيره. نحن نعلم أنه كل ممنوع مرغوب، أنا لما نقول لوليدي ما تديرش هذيك الحاجة ممكن تمالي تولي تبالو عليها يديرها، لما نقول له هذاك الطفل ما تدورش معاه باسكو أخلاقه ولا سلوكاته ما عجبتنيش راح لتما وين يديرها. أنا كيفاش نجبد وليدي من دائرة راني نشوف فيها سلبية اللي راهو هو يدور فيها سواء في المدرسة أو في الشارع بلا أنا من وجهها له كتوجيهات مباشرة؟ هو سؤال المطروح مش اللي خلى ابني يتأثر بالطرف الآخر، نعم، وش هو اللي خلى ابني يتأثر حتى وإن كان ظاهر السلوك سلبي، لكن هذا لا ينفي أنه هذا الطفل اللي يتأثر به ابني عنده قدرة على التأثير. صحيح. وش معناتها؟
معناتها هذا الطفل راه عنده حتى وان كانت سلوكاته اشكاليه راه عنده سماحيه في التعبير عن ذاته. راه يعبر عن روحه، راه يعبر عن ذاته بكل شجاعه، بكل تلقائيه، بكل عفويه. فابني انا اللي دخلته ضمن اطار الصح والخطا وما تقولش هكذا وما تديرش هكذا وما تعملش هكذا وبرمجته وكانه اله تتحرك وليس كيان بشري، لما يشوف هذا الطفل اول حاجه راح تثير انتباهه هو واو كيف يسمح لنفسه أنه يرتكب أخطاء بلا ما يأنب نفسه، كيف يسمح أنه يكون بكل عفوية، كيفاش يسمح. وبالتالي هو مادام راه في عدم تقدير لذاته راح يلتقط غير المؤشرات اللي راح تزيد من عدم تقديره لذاته، راح يلتقط من هذاك الطفل غير السلوكات السلبية، بينما هذاك الطفل ما كانش إنسان، ما كانش طفل سلبي 100%، أكيد عنده إيجابيات. بدل ما يأخذ منه الإيجابيات راح يفلتر على حسب دستور الممنوعات والصندوق الضيق اللي حطوه فيه الوالدين، وبالتالي راح يستوعب غير الحاجه اللي ما تصلحلوش. نعم. وبالتالي يدخل في صراع، يحب يعبر عن نفسه، يقلد هذاك الطفل، يحب يعبر عن نفسه، ممكن كمرحله اوليه يقول لك يلا ندير كيفه، فيدير غير حوايج مش ملاح، كي تشوفه من الام تقول لك علاش ولا يدير هكذا، كيفاش نسحبه. فبدل ما نسحبه نخلي له المساحة أوسع أنه يرتكب الخطأ ضمن المحيط الآمن، بمعنى نأمن أنا هي الأسرة، أنا آمنة. يعني ما كان حتى واحد راح من برا راح يهاجمنا، كان واحد راح من برا راح يحاسبنا، رانا في أسرة داخل في البيئة، كاين أم وأب وإخوة، نعطيه المساحة أنه يخطئ. ثم نعلمه عواقب الأمر، خليه يعبر عن ذاته، ما راح تخافي ولا شيء لاحق. لو كبتيه لا ويجيك هذاك الخوف، لا عيب يا واش يقولوا عليا الناس، لا راح ينتقدوني، لا بالك باباه كي يجي يعيط عليا يقول لي كيفاش هو يدير هكذا، لا كون تشوفني عجوزتي، كون يشوفني الشيخ كيفاش راح ندير، لا 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 لا, لا خلي نكمشوا، خلي نقلصوا هكذا، ما يكسر لي راسي ما يكسر له راسه. هنا وكانها قنبله موقوته راح تنفجر في اي لحظه. فضروري تكون فيه السماحية. شوفي من أساليب نورمالمون من أساليب التربية أنه حتى لما نكونوا مرافقين لابننا وكنا في أماكن عمومية وحسيت أنه ابني عنده رغبة في التعبير عن استياء، التعبير عن حاجة ما عجبتوش، خليه أعطيه سبيس، أعطيه فضاء، أعطيه وقت معين مثلا، خليه يهدر، خليه يعبر. ما تقوليش بلي راح يسبب لي الاحراج، الناس راها تشوف فيا، كيفاش راح ينتقدوني، واش راح يقولوا عليه، يقولوا بالك ما عرفتش تربي ابنها، خليه. نعم. راهو يعمل لا ثيرابي او يعمل العلاج النفسي بنفسه، علاج ذاتي او تشافي ذاتي، خير من اللي انه يكبت 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 ونضطر انه نروحوا لمختص لعلاج اضطرابات نفسيه. طيب كوتش، ما على باليش اذا ممكن نقولوا انه كاين سن معين لتلقين التربيه لاولادنا او ما كاش، لكن مرحله الطفوله ومرحله المراهقه تختلف عن بعضها في التربيه. لما نمروا لمرحله المراهقه، لما الشخص يكون مراهق ربما 14 15 سنه، هنا تتازم الامور في تعامل الوالدين مع اولادهم، تتازم الامور حتى في الاوامر لما نمد امر لشخص مراهق ولا شخص ولا طفل صغير، ما حاش تكون نفس الشيء. كيف يتم التعامل هنا تاع الاولياء مع المراهقين؟ ضروري نفهم أنه مرحلة المراهقة من أصعب المراحل من ناحية النفسية، أنه هذا الطفل أو اللي كان يوما ما طفل أصبحت تظهر عنده علامات البلوغ. علامات البلوغ هذه أو التغييرات البيولوجية في الجسد مقرونة بإفرازات هرمونات معينة. هذا الهرمونات وهذه العلامات البلوغ والتغيير على مستوى الجسد راح توصل قناعة عند الابن أنك بديت تنتقل، بديت تتغير، بديت تتشكل، يعني كنموذج يوازي نموذج الأم والأب. يعني شكلك أنت كفتاة ولا يشبه لي جسم الأم. شكلك أنت كذاكر أو كشاب ولا يشبه شكل الأب. هذا الشيء يخلي له قناعة أنه أنا أملك الحق في الاستقلالية عنه. كبرت، كلمة كبرت يحب
أنها تتعزز عنده. من المفروض لما يكونوا في أسلوب تربية متوازن الوالدين يعزوه عنده. كيف نعزز هذا؟ نعززه عن طريق منحه استقلالية وتحميله القدرة على تحمل مسؤولية، تحميله مسؤوليات حتى تعلى عنده الكفاءات. فنعطيه استقلالية، نعطيه المسؤولية، ونخلوه أنه يختبر الحياة من منظوره هو، يعني واش جاب معاه، حتى خلينا نقوله يخرج أو يستقل أكثر عن توجيهات الأم وتوجيهات الأب. فيه مساحة أوسع من المساحة اللي كان يطلبها الطفل. يعني شوف إحنا مصباحا نتكلموا على مساحة، هذا نهضروا غير على الطفل. فما بالك الشاب راهو يقول لك أنا كبرت، ما تقولي ليش هكاني كبرت، ما أنا نخرج نحكم في روحي. أنا يريد أن يثبت ذاته. فلما إحنا ما نعطيهش المساحة هذه، أكيد راح يبحث عنها في الخارج، يبحث عن بيئة أخرى تحتويه وتعترف بوجوده. وهنا وين يوقع الخطأ، هنا وين يتم اصطياد المراهقين، لما يقع لا يجد هذا التقدير وهذه الاستقلالية داخل الأسرة، ما يلقاش هذا الدعم من طرف الوالدين، يجيب مثلا هو وظهره الأصدقاء اللي راح يطيح فيهم. لو فرضنا أنه طاح في أصدقاء، مجموعة من أصدقاء المدخنين، يقولوا يا أخي راك كبرت، كيف جرب الدخان كيفنا، وانت راك كبرت ما تقوليش راك تخاف، انت كراجل كيفاش تخاف انت يا راجل. ولا طفلة فتاة مثلا يقولها بيساتك راكي كبرتي دروك راك تخافي يماك، ولا رواحي وفي عالم وشباب ونحتك بالشباب ونعملوا علاقات، مازال كي تامني بهذه تاع نقول لماما وما نقولش لماما. يبداو ياثروا. هي علاش تميل وهو علاش يميل هذا الطفل؟ لانه لقى شكون يحسوا انه كبر، شكون يحسوا انه هو ضروري يكون سيد حياته، ضروري يعرف يختار، ضروري يكون مستقل. فبدل هذا الشيء اللي يكون محروم منه في الاسره ويلقاه في الخارج، نوفروا له في بيئه امنه ويكون تحت عيني، ونخليه وين يخوض تجارب مع اصدقائه، خرجات، رحلات مبرمجه، وتحت عينيه، تحت توجيهاتي، تحت يعني المراقبة تاعي، بدل ما يعملها من ورايا. نعم. طيب في هذه المرحلة راح تكون تجارب جديدة على طفلة أو الطفل، لأنه كما تفضلتي وقلتي أنه بدأ يحس روحه كبر، ولا بدأت تحس روحها كبرت، بدأت تشوف فضاء جديد عليها. ممكن أيضا تكون كاينة أسرار، وكنت قلتي أنه أستاذة أنه لازم تكون كاينة مساحة نخلي لها أنا مساحة حتى أنه يحس ببعض الاستقلالية. لكن هذا الشيء ما يخفيش أنه هذا السن راهو صعب، ممكن الطفل يفلت، ممكن الطفلة تفلت. كيفاش أنا كأم نقدر نخلي لبنتي ولا لوليدي هذه المساحة، ونكون في رقابة أيضا، عندي رقابة عليهم رغم أنه راني مخليته متحرر، خصوصا كما تفضلت وقلت أنه حتكون ربما أسرار، لي أنا بنتي كانت بكري تحكي لي كلش، اليوم رجعت ما تحكي ليش، تخبي عليا، وشنو هي الثغرة اللي لازم الأم تستغلها حتى أنه تدخل لوليدها ولا لبنتها بلا ما تمس بالاستقلالية دياله. داكو. هي لما نتكلموا على الاستقلالية ضروري نحترموا خصوصية المراهقين، أولادنا نتكلم. بالنسبة للأمهات في نفس الوقت، وهذه نقطة مهمة وتقوم عليها كل التجربة، تجربة الأمومة، تجربة العلاقة بين الأم والابن والابن والأم. أنا أتكلم أكثر على الأم باعتبارها أنها أكثر تأثيراً في التربية من الأب، لكن هذا لا ينفي أني ممكن استبدال مصطلح الأم بالولي بصفة عامة. الأم أو الأب كلاهما ينطبق الأمر، لكن خلينا مدام إحنا نتكلموا حواء تكلم حواء. فقلت أنه ضروري تكون هذه النقطة وهي نقطة الأمان. أنه الطفل لما يجي يحكي لك أو لما يخطئ سيشعر بالأمان. لما يشعر بالأمان، لما يخطئ هو أول حاجة يحب يحاسب روحه، يحب يعرف أو يبحث عن مساعدة، أني أخطأت الآن مين راح نجيب هذا التوجيه. لما نكون أنا مصدر الأمان بالنسبة لي راح يجيني أنا ويحكي لي. نعم. لما نكون مصدر الأمان معناه لا أؤنبه، لا أعاقبه، وإنما أول حاجة نعلمه ما هو الدرس الذي نستخلصه من هذه التجربة.
ماشي نقولوا انت وما تربيتش وعيب وبهتلت بيا وشعره نزيد عليه التعقيد. الامر هو كان يعاني يشعر بالتأنيب انه ارتكب خطأ، فبحث عن من ينفس عن هذه المعاناة النفسية. فلما يجيك تزيدي عليه، اول حاجه نوريه دوما انه عواقب الامور وكاين درس راح نستخلصوه من خلال هذه التجربه، ونكون امينه اسراره. نعم، معني ما نعاودش من بعد، نجبدها له ونعايروا بها. ما نولوش دراري يربوا في دراري، لانه هذا اللي يخلق الافات الاجتماعيه. لما تلقاي اسمحي لي على هذه العبارة للمشاهدات الكريمات، لكن حقيقة تقال إنه كاين بعض الأولياء يتعاملوا كأن أطفال صغار، يفقدون السيطرة على أنفسهم تماما. لما يكون الطفل يمر بأزمة أو تجربة أو التربية أو إشكال سلوكي، تلقاي يفلتوا، يعني ما يقدروش يسيطروا على نفسهم، فيزيدوا الأمر تعقيد. احنا باش نخرجوا تربية صالحة، جيل صاعد، ضروري يكون شخص راشد يوجه مراهق، ماشي زوج مراهقين متصادمين، هذاك يقولوا الاخر يقولوا ويعايروا في بعضهم ويقولها انت ما درتي ليش وانت ما عملتي ليش، وهي تقولوا بهدلتني عملت بيا. يعني لو وصلنا لهذا المستوى ضروري نتصل بمختص يساعدنا، ضروري. هذه إشارة حمراء أو علم أحمر أنه ضروري، لأنه هذا العلاقة تمر بأزمة معقدة، فضروري هنا نكون باتصال مع مختص. أما الأسلوب الصحي أنه نلقى نفسي شخص راشد بالغ متحكم في مشاعره في انفعالاته يتعامل مع الطفل. أكيد أنت كأم ما راحش نقول لك 100% تكوني في التحكم، لو ما قدرتيش تكوني 100% في هذاك التحكم خذي مساحة. نعم، تكلمي، ارتاحي، تنفسي، استوعبي الموضوع باش تجاوبي، ماشي مباشرة تدخلي في ردة الفعل. عاود واش قلت لي؟ واش صرا؟ تزيديش عليها، يعني خرجي من حالة الدراما. خرجي من حالة الدراما واسكني، يعني وقعدي بالعقل. تقدري تهضري مع صاحبتك، تقدري تهضري مع مختص، تقدري تهضري تقصي يماك، تقدري تقصي صحباتك، مش عارف انا. المهم ما تعمليش ردة فعل مباشرة. نعم. طيب مؤخرا نشوفوا انه كاين مختصين، كاين ايضا لما يديروا دورات تكوينيه حتى تساعد على اسس صحيحه للتربيه، وحضرتكم ايضا طبعا عندكم دوره، واش تقدري تقولي لي انت على هذه الدوره؟ فاش حتقدر تساعد الاولياء؟ فاش حتقدر تساعد الابناء؟ وكيف يتم الوصول اليها؟ اوكي، نعرفوا انه احنا زمان كان اسلوب التربيه او مهمه التربيه اهون. علاش كانت اهون؟ لانه الفئه اللي كانت تربي كانت فيها حمايه، او البيئه اللي كانت تربي فيها حمايه اكبر، فكان الام والاب يربي والجيران يساعدك في التربيه، العائله الكبيره تساعدك في التربيه، فالامر متحكم فيهم ومسيطر عليهم. الان حديثا، وهذا هو اللي ضروري ينتبهوا للامهات، لانه انا تعرفي بلي قبل ما نكون مستشارة أنا صانعة محتوى مجاني على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق كل نخاطب كل الفئات، نخاطب المراهقين على التيك توك، نخاطب الأمهات والأولياء على الفيسبوك، نخاطب الفتيات والشابات على الانستغرام، وخاطب كل الفئات على اليوتيوب، كل الفئات. علاش؟ الغرض منها أني نوعي أنه وي زمان كانت مثلا بعض الامهات تجيك في واحد التعليقات شويه ساخره، تقول لك بصح حنايا زمان تربينا يعني بالضرب بالعصا وبالحار وبالهريسه وكنا نخافوا. سيدتي الكريمه، وي عندك حق، لكن لست نفس الظروف. الان العالم منفتح جدا، تعرفي بلي انه في دقيقه في لحظه ياخذ الشاب الهاتف تاعو راه منفتح، خرج من السيطره تاعك، لانه راهو الانترنت هذا راهو داخل في بيوتنا، في السرير اللي يرقد فيه ابنك فيه خطر. نعم. مش كيما زمان كان ابني يدخل الدار خلاص راهو في امان، لا، في كل لحظه هو مهدد للخطر. وحتى لما نتكلموا انه هذا الانفتاح لمجموعه المخاطر اللي ممكن تواجهنا، فوش معناتها؟ معناتها ضروري فيه وعي متسع واكبر كيف نتعامل مع الموضوع. دونك عندنا صانعه او نقدم هذا المحتوى المجاني المتاح لكل الامهات، وحقق نتائج رائعه جدا مع الامهات. في نفس الوقت
في نفس الوقت أقدم برامج تدريبية على مستوى الأكاديمية. البرنامج هو يكون مرافقة للأم، الأولياء والأولاد في نفس الوقت، في الدراسة، مهارة تفوق دراسي، تفوق في حياتهم، تكوين شخصية متزنة، التواصل الفعال، حتى العلاج والراحة النفسية للأم نعطيها كثير في فضاء الأسرة الذكية عندنا، نعطيها الكثير من البرامج لتكون مع بيئة آمنة، تطور من نفسها، تستمتع، تبتهج، تحافظ على جمالها، تحافظ على أناقتها، تستمتع بتربية أولادها، تعلم أشياء جديدة. فضاء هذا هو اللي ساعدنا على بناء ذلك الوعي المتسع اللي ساعدنا في تجاوز هذه المرحلة، وبدل ما نكون في معاناة في تربية أولادنا نرجع للفطرة اللي هي الأصل. أولادنا نعمة لنا، فهذا هو الأصل. كل ما رجعنا للفطرة كان عندنا وعي، كانت عندنا اتساع في الرؤية، قدرنا نستمتع بهذه النعمة. لخاطر كي نقولوا نعمة، كادو، هدية تاع الله سبحانه وتعالى، دوك الهدية والكادو هذا نورمالمون نستمتع نفرح به ماشي نعاني معاه. صحيح. طيب أستاذة، لأنه رانا نقتربوا من نهاية عدد اليوم، وقتاش نقدر نقول أني ربيت وليدي واكتملت المهمة بسلام؟ في الحقيقة ما نقدرش نقولها، اصلا ما نقدرش نقولها، لانه مساله تربيه الاولاد او تبقى مستمره، يعني تبقى مستمره لسنين، مساله النمو والتطور. انا بالعكس انا نشجعها انها تكون فضوليه اكثر، متحمسه، وصلت هنا برافو الحمد لله، ماذا هناك افضل، حبيت نوصلوا ما خير، حبيت نزيد نوصلوا ما خير، حبيت نزيد نوصلوا ما خير. وفي كل مره راح ننقلوا الى مرحله راح نشوف باللي انا انتقلت، تغيرت اكيد. انا لما لحقت لهذه المرحله لقيت نفسي انا تاني تبدلت، فراح نتحمس. وخليني نقول لك راح تنفتح شهيتها، اصلا هي ما راح تفقد الرغبه في انها تتوقف. نعم. تقول لك الامر ممتع جدا، لانه النتائج هذه اللي لحقت لها خلت حياتي افضل، خلتني مستمتعه، خلتني مبتهجه، خلتني فرحانه بولدي، فنحب. نعم. يعني على تطوره حيبقى دائما انعكاس اللي كنتي. وهذا عاده نعطيها لك امثله، عاده الامهات تجي عندنا غالبيه يعني الوعي الجمعي النقاط. فكاين حتى اولاد اللي جابوا هنا من توجيه من المؤسسه التربويه يعني من المدرسه، يقولوا له عنده مشكل نفسي مثلا، ولا ما خلاص راح يعاود سنه ونطردوه. فتجي مثلا بمعدل اقصائي، يعني يجيك بزوج، يجيك بثلاثه، ومن بعد لما تدخل دوره تدريبيه اكيد راح تلقى هذيك النقله مع ذلك في النتائج. كاين اللي جاونا بزوج ولا المعدل تاعها 7 أو 8 من 10، فتقول لك واو، شوف هذا حاجه ديجا كي تشوف ابنها ناجح تفرح. لما تشوف نظره نقولوا المدير والاساتذه وش عملتي وش عملتي، تحس بالتقدير، واو درت انجاز. صحيح. انا اللي كنت حشمانه بابني درت انجاز. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه واهم نقطه انا اشوفها، الراحه النفسيه اللي تولي تحسها. علاه؟ تولي عندها قناعه، يختفي الخوف. أنا عندي الآن أساليب كيف أتعامل مع كل الأوضاع، يعني عندي سلاحي اللي مستعد نواجه به أي تحدي راح يمر علي، فيخليها تشعر بالأمان. هذا الأمان يعطيها راحة نفسية ويفتح شهيتها أنها تحب، بدل ما كانت تقول هذه أنا كيما هكذا ولا غالب، هذا وش نكون. لما تقدر تشوف كنت هنا وقدرت نوصل لهنا، ما تقدرش تتوقف، تقول لك خلاص انا راح نحضر كل الدورات اللي تقدموهم على مستوى فضاء الاسره الذكيه، لاني حسيت بالنتائج لما عشت التجربه. مثلا تقول لك انا كنت نتبع المحتوى المجاني وغيرت، لكن بعمري ما توقعت انه لما نحضر تجربه كما هذه تدريب ميداني راح نحقق نتائج بسرعه. فتولي تستمر معنا ويكبر الفضاء مع الأسرة. نعم، جميل جدا. لو نقول لك شنو هي النصائح تاعك للمشاهدة الكريمة، لكل أمهات المربيات، واش تمدي لهم تلك نصائح إجمالية؟ أهم حاجة نقولها، إذا كنت تمري يعني بتجربة خاصة في تربية ابنك، إذا مثلا كنت زعفانة أنه يقوم بسلوك إشكالي، إذا مثلا ما كانتش عجبتك النتائج الدراسية، إذا كنت تعاني في الدراسة تاعه، بعمرك ما تزعفي، لأنه هنا راكي أمام باب
من التحدي. هذا التحدي راح ينقلك إلى تجربة جديدة راح تتطوري فيها أنت وابنك، لأنه هذا الباب هو ممكن نسميه ابتلاء، لكن هذا الابتلاء ما يكونش الغرض منه أنك تعاني ولا يعاقبك ربي ولا تعيش المعاناة مع ابنك ولا تندمي على هذا العيشة التي عايشة بها، لا بالعكس، هي مجرد خطوة نحو الأمام راح تكتشفي أنه جنة كانت في انتظارك، وربي سبحانه كان يحاول يرشدك إلى هذه المكانة من خلال هذا الفوضى الخفيفة اللي حدثت على مستوى مساحة الأمان ولا الراحة اللي كنت فيها، فربي حب ينقلك إلى مساحة أو مكان أفضل، فلا ترفضي هدية الله. نعم، شكرا لك أستاذة، شكرا على كل هاد النصائح القيمة، على هاد الحصة اللي كلها إيجابية، نشكروك وشرفتينا. عايشك، شكرا أنتما كذلك، وشكرا للطافتك وأسلوبك في طرح الأسئلة. مرحبا بك. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج أسبوع خفيفة. كما أقول لكم دائما، تقدروا تطرحوا لنا أسئلتكم، مواضيعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة نجمة تيفي. أبقوا على خير.